عندها قطة في البيت. الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم. أهلا بكم. أجمل حاجة في الأمومة إنها حالة عكسية، يعني بيحصل فيه رد فعل. الأم لما بتدي لابنها حنان واهتمام، هو كمان بيديها رياكشن في الكثير من الحنان والاهتمام، فهي حالة إنسانية رائعة، وكل حب له فعل، له رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، يعني زي بقى على وزن كل فعل رد فعل. في حاجات مهمة لازم نعرفها عن حملات الحقن المجهري. عمليات الحقن المجهري أولا عمليات بتضمن الابتعاد على الأمراض الوراثية، يعني دي ميزة كبيرة إن في الحقن المجهري أنا بنقي الأجنة الخالية من الأمراض الوراثية دلوقتي، وبالتالي لو في أمراض وراثية في العيلة الحقن المجهري يقدر يحميني من الأمراض الوراثية. أيضا الحقن المجهري فيه اختيار جنس أو نوع الجنين، وده برضو مفيد للأمراض الوراثية اللي بتنتقل في عائلات مثلا في الذكور، فطفل اتولد قبل كده أو عيلة مشهورة إنها فيها هيموفيليا، وده مرض خطير جدا ومزعج للغاية، هيموفيليا سيولة الدم، فالست عايزة تخلف ونفسها ابنها ما يكونش عنده هيموفيليا، الحقن المجهري يقدر يوفر لها ده، يقدر يحملها أو يقدر يضمن لها. بس طبعا الأمور كلها في إيد ربنا سبحانه وتعالى، بس أنا أقدر أقول لك إن الجنين ده ما فيهوش هيموفيليا، يعيش ما يعيش بقى ده بتاع إيد ربنا، ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى، يعني عشان بس برضو نبقى فاهمين. برضو فكرة التوائم، في ناس بيبقى نفسها يبقى عندها توائم مثلا، الحقن المجهري يقدر يعمل ده، النوع العملية نفسها، كل ده موجود في الحقن المجهري. الحقن المجهري عالم مثير للغاية، لكن في نقطة في الحقن المجهري هي بيسموها الكور بتاعه، إرجاع الأجنة، اللي هي النقطة المهارية جدا في عملية الحقن المجهري. تعالوا النهاردة نتكلم على واحدة من النقاط المهرية جوه واحدة من العمليات المهرية المهمة جدا في العلم، وهي الحقن المجهري. ضيف العزيز، واحد من المبدعين في هذا المجال، ضيف العزيز الأستاذ دكتور عادل أبو الحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وعلاج الزوجين وعقم الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وزميل جامعة كيل للمناظير والجراحات الميكروسكوبية، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم. أهلا بيك يا دكتور عادل بيك، نورنا، وكل سنة وأنت طيب. حضرتك طيب، الصحة والسلامة. لماذا تقول دائما أن نقل الأجنة واحد من أهم العمليات المهنية أو المهارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الأجنة أو إرجاع الأجنة في الحقن المجهري هو أهم خطوة وآخر خطوة في خطوات الحقن المجهري. حضرتك عارف يا دكتور أيمن إن الحقن المجهري ده خطوات أو مراحل، يعني تبدأ بمرحلة تحضير جيد للزوجين، ثم اختيار البروتوكول المناسب لتنشيط المبيضين، ثم معمل الحقن المجهري اللي هو معمل الأجنة، وده الكور بتاع الموضوع أو أهم خطوة. برضو يجي بعد كده خطوة إرجاع الأجنة، ودي خطوة يعني أهم شيء في الموضوع كله، يعني غير مسموح فيها بالخطأ، وغير مسموح فيها بالرجوع لورا، يعني هي خطوة إذا تمت صح بتكلل نجاح المنظومة كلها من أول الأخير. إذا تمت خطأ أو حصل فيها خلل في أدائها كما يجب، يعني بيتؤدي إلى نتائج عكسية قد يحرم هذين الزوجين من نجاح تجربة الحقن المجهري. وبالتالي خطوة إرجاع الأجنة أو نقل الأجنة دي أهم خطوة من خطوات الحقن المجهري. حاجة مهمة جدا جدا جدا. يليها بعد كده آخر خطوة برضو اللي هي التثبيت أو العلاج التثبيتي، وده مرحلة يعني متعارف عليها ما فيهاش أي مشكلة. المشكلة الرئيسية أو المهمة جدا إن خطوة إرجاع الأجنة تتم حسب الأصول المتعارف عليها والجايد لاينز بتاعتها، وبتتم على احدث الطرق اللي اتفق عليها جميع المؤسسات الطبيه، سواء كان جامعه الاس ار ام او الاشي لسنه 2020. اللي قرب للناس فكره ارجاع الاجنه ازاي بتتم؟ ارجاع الاجنه ديت
يعني خطوات معقدة شوية، بتبدأ بالتحضير الأول، تحضير لإرجاع الأجنة، ثم خطوات يعني التحضير ده قبل إرجاع الأجنة، ثم خطوات نفسها لإرجاع الأجنة اللي إزاي بتتم الخطوات بتاعتها، ثم ما بعد إرجاع الأجنة. يعني بري وإنترا وبوست إرجاع الأجنة، قبل وأثناء وبعد. قبل إرجاع الأجنة اللي هو التحضير ده، أهم حاجة فيه إن إحنا نستخدم الوسائل التشخيصية الدقيقة زي السونار، سونار الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد أو المناظير، ودي اتكلمنا فيها كتير قبل كده، عشان نشخص أي أسباب قد تكون أو تعيق نجاح الحقن المجاري، وبالتالي تعيق خطوة إرجاع الأجنة. زي إن إحنا مثلا لو ست عندها، اكتشفنا بالسونار إن عندها ارتشاح في قنوات فالوب أو انسداد زي ما إحنا شايفين في الصورة هنا، الارتشاح دوت أو الانسداد دوت هيؤدي بالتالي إلى فشل العملية، لأنه الأجنة مش هتثبت، هتقع. السائل بتاع اللي بيرتد من قناة فالوب داخل تجويف الرحم بيؤدي إلى إسقاط الأجنة من مكانها، فيؤدي إلى يعني إلى فشل العملية. لو سيدة عندها لحميات أو ورم ليفي أو حاجز رحمي، كل ده بيتم تشخيصه بالسونار ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد أو بالمنظار الرحمي التشخيصي أو المنظار البطني التشخيصي برضه، زي ما إحنا شايفين دي كلها صور لحاجز رحمي أو ارتشاح قناة فالوب، وهنشوف برضه صور تانية للحميه اللي داخل تجويف الرحم والورم الليفي. زي ما احنا شايفين دي صوره بتوضح جدا اماكن اللحميه، ولازم هنا نفرق ما بين اللحميه وبين الورم الليفي داخل تجويف الرحم عن طريق ده بقى له بيديكل له عنق، او عن طريق الاوعيه الدمويه اللي بتغذي اللحميه او الورم الليفي. فدي كلها حاجات لازم يتم التعامل معها قبل ارجاع الاجنه، وبالتالي لا يجب الاستعجال ابدا اذا اكتشفنا ان في لحميات او حاجز رحمي او تي شيب ديوترس اللي هو الرحم تجوفه ضيق او في بتاعه رحم مهجر او اورام نفيه، نقدر نتعامل معها سواء كان بالمنظار سواء فتح بطن، لكن غالبا بيتم بالمنظار. وحتى لو طالت المده شويه هو لمصلحه المريض، لكن ما يصحش ابدا ان احنا نرجع عجلنا في وجود مثل هذا الباثولوجي اللي هو اللحميه او الورم النيفي او الارتشاح او حاجز الرحم او خلافه. ده قبل الارجاع. ده قبل الارجاع. كويس، نيجي للإرجاع. الإرجاع ده له خطوات مهمة جدا، إنه حاليا بيتم تحت مخدر عام، ولازم يتم تحضير المكان اللي بنرجع فيه تحضير جيد. إزاي؟ لازم نعمل تعقيم كويس جدا لقناة المهبل، ولازم يتم يعني استخراج أو استئصال الميوكس أو السائل اللزج اللي موجود في عنق الرحم زي ما احنا شايفين دلوقتي. هنا الفيديو ده بيوضح جدا ازاي بيتم ارجاع الاجنه، وازاي بندخل القسطره وبندخلها لحد فين ومسافه قد ايه، ونطلع ازاي بالقسطره. يعني نخش ازاي ونطلع ازاي. فبنعقم المكان كويس جدا، نسحب السائل الموجود اللزج الموجود في عنق الرحم عشان ما يتعلقش في الاجنه. بعد كده نكون احنا عاملين موك او عاملين حاجه اسمها مقياس للرحم قبل ما السايكل اصلا، وبنعرف بالظبط احنا بنرجع الاجنه فين، عند 2 سم قبل سقف الرحم او 2.5 سم او سنتي ونص. كل ده متعارف عليه وعلى حسب خبره كل دكتور، وبرده تحت او اندر الترا ساوند جايدنس. يعني ايه؟ يعني لازم بمساعده السونار ثنائي الابعاد او ثلاثي الابعاد على بطن المريض. ده مهم جدا اثناء خطوه ارجاع الاجنه. بعد كده احنا حطينا الاجنه في المكان المظبوط، لازم نطلع بالقسطره بطريقه معينه، ولازم نستنى 20 ثانيه قبل نطلع. انا استغربت بقى الحته دي يا دكتور، يعني انت قلت جمله ايه؟ ده ندخل في المكان المظبوط، ده متوقع. لكن اكدت على كلمه الطلوع، ليه بقى الطلوع لازم يكون بفنيه كمان؟ لازم تبقى انت ضاغط بايدك على البلج بتاع الاسطر، علشان لو ما عملتش كده الاجنه هترجع تاني في الاسطر. لازم تحافظ على النيجاتيف بريشر بتاعك ما يفلتش، علشان ما ترتدش الاجنه تاني داخل الأسطرة. دي حاجة مهمة جدا. الخروج بالأسطرة ده حاجة مهمة جدا، ولازم تستنى حوالي 20 ثانية قبل ما تخرج. ده من الفنيات يعني. كمان الأسطرة لازم تكون لها مواصفات معينة، يعني في أساطر صلبة أو ناشفة، وفي أساطر طرية. الأساطر الطرية طبعا أحسن. الأساطر الأحدث اللي هي الأساطر الذكية اللي هي التب بتاعتها أو القمة بتاعتها بتبقى مضيئة، فأنت شايف كويس جدا وانت داخل بالقسطرة، علشان ما تلمسي الرحم سقف الرحم من فوق الفندس، وبالتالي ما تعملش انقباض في عضلة الرحم فتطرد الأجنة بعد كده. فدي حاجات كلها حديثة وحاجات مهمة،
وفنيات ما حدش هيقدر يعملها او يعرف يعملها الا لو كان ايديه مشتت الموضوع كتير جدا وعارف امتى يبش والسرعه اللي هيبش بها الاجنه ازاي. ولو عمل جامد قوي لو عمل بوش جامد جدا ممكن يعمل حمل خارجي على الرحم مثلا، لكن لازم لها سرعه معينه في مكان معين ويخرج بالقسطره بطريقه معينه عشان ما يدفعش جامد يحصل ان الاجنه تروح في حته خارج الرحم، قناه فالوب بتعمل حمل خارجي على الرحم تبقى مشكله كبيره. بس كمان المكان مهم جدا على اساس انه لو نقلت الاجنه في الجزء الاعلى من الرحم اللي هو 2 سم تحت سقف الرحم ده بيضمن لك نسبه نجاح 95.3. انما لو عملت رجاع اجنه في الجزء الاسفل من الرحم نسبه نجاح لا تتعدى 4.7. شوف الفرق قد ايه، فرق كبير جدا، فرق 91%. يعني هو نسب نجاح الحمل المجهري دلوقتي ما بين 55 و60%، وساعات 65%. 95.3 من ال 60% دول لو انت عملت للاجنه في المكان المظبوط في سقف الرحم من فوق 2 سم تحت سقف الرحم. لو نزلت تحت بقى في الجزء الاسفل من الرحم من ال 60% دول هبقى 4. 4% بس. 4% بس. شوف الفرق كبير قد ايه؟ تفرق كتير، عشان كده لازم تتعامل بدقه متناهيه وباستخدام السونار سواء كان سونار الابعاد او ثلاثي الابعاد، وساعات بالسونار المهبلي ثلاثي الابعاد. نقدر نرجع الاجنه. عدد الاجنه بقى دي نقطه برضو خلافيه كبيره. عدد الاجنه ونسبه النجاح بقى. عدد الاجنه اللي هرجعها. بالظبط. عدد الاجنه تعتمد على لو سن الواحده اقل من 35 سنه يفضل ان احنا نرجع 2 جنين. او 3. لو من 35 سنه ل 38 سنه ممكن نرجع 3 او 4. فوق ال 38 سنه او فوق ال 39 سنه لو عندك اجنه تقدر مثلا ترجع 4 أو 5 أو 6 يبقى احسن، تزود فرصتها في الحمل. واحنا بنرجع الجنين برضو حكايه اختيار نوع الجنين دي متاحه جدا بالنسبه للمرضى، خصوصا اللي عندهم مشاكل مرضيه في العين. بس اختيار نوع الجنين بيتم لسببين، لسبب وراثي في عيوب خلقيه في العيله زي ما حضرتك تفضلت في الاول وقلت الهيموفيليا الناس الامراض اللي بيجي في الذكور، او الناس اللي عندهم وهن في العضلات زي جمهور جمهور العضلات. فانت عايز تتفادى هذه المشاكل فبتعمل اختيار نوع جنين وبتعمل فحص وراثي كمان، كان زمان اسمه سي سي اس دلوقتي في احدث منه اللي هو ان جي اس نيكست جينيريشن سيكونسنج. ده اختيار نوع الجنين بيتعمل دلوقتي كتير جدا، في ناس بقى عندها فيميلز او يعني 3 بنات 4 بنات 5 بنات ونفسه يجيب ولد وده جائزته ده الفتوى خلاص. فمن حقه انه يبقى عنده، بس طبعا في ناس بتعمله وبتحمل ناس ما بتحملش، نسبه نجاحه مش زي نسبه نجاح الحقن المجهري العاديه، اقل شويه، لكن لو اتعمل كويس وتحضر له كويس واتعمل بطريقه كويسه واتخذ فيه كل الاحتياطات وتفحص الاجنه دي وراثيا غير ان هو يبقى اختيار نوع الجنين يتعمل له كمان فحص وراثي عشان لو في اي كروموزومال ابنورماليتيز نتفاداها او يعني عيوب كروموزوميه نتفاداها بيبقى نسب نجاحه عاليه جدا. ايه الصعوبات اللي ممكن تواجه نقل الاجنه؟ ده برضه حاجه مهمه جدا. ممكن اكون انا مش عامل ما عشان اعمل ارجاع اجنه وحقن مجهري بعمل حاجه اسمها موك ترانسفير، يعني باخد مقاسات الرحم وتجويف الرحم قبل ما ابدا الحقن المجهري خالص، ابقى عارف ان انا طول الرحم بتاعي مثلا 7 سم يبقى انا هرجع الاجنه عند 5.5 سم واتجاهه اي في اف او ار في اف يبقى انا هخش بالقسطره لفوق او لتحت، او ان انا عندي بين هول اس يعني عنق الرحم الفتحه بتاعته زي راس الدبوس ما تدخلش القسطره، او الانجل بتاعت عنق الرحم مع الانجل مع جسم الرحم نفسه اكيوت انجل يعني مش عارف اخش بالقسطره ستريت كده لازم اتنيها بطريقه معينه. فهنا في صعوبات ممكن تواجهني لو انا ما عملتش الاختبار ده اللي هو الموك امبيو ترانسفير اللي هو قياس مقاسات الرحم واتجاهات الرحم قبل العمليه. هاجي بقى ارجع الاجنه الاقي واحده مش عارفه داخل القسطره اساسا عشان عنق الرحم ضيق جدا جدا جدا، او ان انا هاجي عنق الرحم كويس بس اجي اخش بالقسطره تقف وما تعرفش تعدي تاني تخش يمين شمال فوق تحت ما تخشش، ليه؟ في انجوليشن جامد في زاويه حاده جامده جدا سواء كان لفوق او لتحت انسناء الرحم بتاعي على بعضه يعني متن. الرحم متن على بعضه فده هتبقى فيه مشكله خاصه ان انت ما تقدرش تستنى بالاجنه كتير جوه القسطره من غير ما ترجعها. فهنا لازم انت عامل حساب حاجه زي كده تتغلب عليها ازاي. ممكن يبقى في ورم ليفي في عنق الرحم سادد عنق الرحم صح
يعني هنا ما تقدرش تدخل الاجنه بسلاسه او بسهوله جدا. كل حاجه من دي لو انا عامل حساب هقدر احلها. البون هول اوس ده او ضيق شديد في عنق الرحم بنقدر ان احنا نعمل توسيع لعنق الرحم او نستخدم له قسطره معينه او ان احنا نعمل حاجه اسمها لامينيريا تنت، يعني نحط رودز معينه تطري عنق الرحم فيسمح القسطره انها تخش حتى لو كانت ضيقه. بالنسبه للانجوليشن ساعات بنمسك عنق الرحم بفولسيلا معين او بآله معينه نشدها فنعمل ستريتنج للانجل دي او نعمل يعني نخلي الانجل بدل ما الرحم بدل ما هو متني على نفسه نخليه ستريت او مستقيم. في هنا عنق الرحم اهوت، في ناس بيعملوا عمليات في عنق الرحم، فالعمليه دي بتعمل فايبروز، بتعمل تليف في 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 في, في مجرى عنق الرحم، فبرضه يعمل صعوبه جدا في دخول الاسطر. في ناس ما عندهاش عنق رحم خالص، سيرفايكال ابليزيا، دول بيحتاجوا حاجه من الاثنين، يا اما زيجوت انترفاليوبيان ترانسفير اللي هو الزفت اللي هو بالمنظار، نرجع اجنه بالمنظار واحنا عندنا كيس ستادي في هذا الموضوع، او نحن نعمل حاجه اسمها ترانس ميرومتر ترانسفير، نرجع الاجنه عن طريق قسطره معينه او ابره معينه بنخش نخرم بيها تجويف الرحم او جسم الرحم ونوصل للتجويف ونحقن الاجنه جوه تجويف الرحم. بس لما تيجي تولد تولد بقى قيصريه. ده لازم. اه طبعا مفيش عنق رحم. هي الولاده هنا لها طريقه ثانيه خالص غير قيصريه كمان. لان اللي عندها سيرفايكال ابليزا ما عندهاش عنق رحم. فالدم اللي بعد الولاده هينزل منين؟ فانت هتعمل قيصريه وهتعمل دراني علشان توصل الدم اللي بينزل من الرحم لحد ما ينقبض يعني من خلال الدرنقه ديت. درنقه مهبليه ودرنقه من البطن ودرنقه من تجويف البطن على بره ودرنقه من تجويف الرحم على بره. ده موضوع كبير. موضوع كبير له تحضير مخصوص يعني. انت نورتنا النهارده. الله يخلي حضرتك. وكالعاده ابدعت في حوار وفي واحده من حالات الموسوعيه المهمه. طلع ارجاع الاجنه ده قصه وموال يا جماعه. احنا لازم حلقات تانية كتير نتكلم فيها يعني برضو كان في تفاصيل كده عايز استزيد منك فيها. يعني انا استمتعت جدا. وكل ايتم كل ايتم من دول وراه موال كبير. وراه حلقات ممكن تتعمل. بس هو ده يعني اوتلاينز يعني ده خطه يعني شامله للموضوع من بره. لكن طبعا في تفاصيل كتير جدا. انت نورتنا النهارده ضيفي العزيز القمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور عادل ابو الحسن استشاري امراض النساء والتوليد والعقم عند الزوجين استشاري الحقن المجاري واطفال الانابيب وزميل جامعه كل المناظير والجراحات الميكروسكوبيه بالمانيا عضو الجمعيه الامريكيه للخصوبه والعقم. كان كالعاده مبدعا في واحده من اهم النقاط المهمه في عالم الحقن المجاري، نقطه ارجاع الاجنه فنيه فيها الكثير من الفنيات. خليكم دايما مع الناس الحلوه. الوحمات الكبدية قصة مثيرة جدا وتبقى دايما عند كتير من الناس. يعني ايه وحمة كبدية؟ الوحمة الكبدية دي بتقلب حاجة وحشة لا قدر الله ولا لا؟ يعني بسرطان. احنا بقى المفروض هنا بنقول بقى الكلام بدقة شوية. دي مثلا حالة كان ده شاب كان عنده 26 سنة وكانت مشكلته ان هو مش عارف ياخد نفسه. لو بصينا الصورة دي الكبد كل الكبد ده عبارة عن الوحمة. طفل يبقى عنده هيمنجيوما اللي هي الوحمة الكبيرة قوي وعنده سيولة في الدم نتيجة انها بتمتص الصفايح وعامل التجلط. تستهلك الصفايح وعامل التجلط.